طبعا هي 6 أيام، يعني 6 مراحل، ليست أيام من أيامنا، وهذه المراحل طويلة جدا تقدر بملايين السنين، فهي 6 مراحل متتالية. قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. والناس بتنسى أن الأرض والسماء خلقتها في لحظة واحدة، فيومين الأرض هما يومين السماء. قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها قدر في أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، هذا 6 أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض إتيا طوعا أو كرها خلت 2 طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. اليومين دول زيادة، دول اللي قسم فيهم السماء الأولى إلى 7 سماوات، ما لهمش علاقة بالخلق، فالخلق تم في 6 أيام، يعني في 6 مراحل متتالية. واضح؟ بارك الله فيك.